زون ميكس مكملين حتى الخمسة متاع العشية. نحكيو على لاعب تونسي توج بكان 2004، لاعب من الجيل الذهبي للكرة التونسية. عندنا برشا ما سمعناش أخباره وحبينا نصرفوه اليوم، نسأل أحواله في زون ميكس شنو أموره. معنا من ألمانيا مباشرة بالتليفون اللاعب الدولي السابق ناجح أبراهام. ناجح، أهلا بيك. عسلامة خويا اسلام، مرحبا بك ومرحبا بضيوفنا الكرام، وان شاء الله رمضان مبروك لنا سنين الكل، دايما. وميرسي على الاستضافه. مرحبا، شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله نحمد ربي ونشكره، رمضان ان شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل. شقيتوا الفتره في المانيا ولا مازال بكري؟ مازلنا، لا شق الفتره، مازال شقوا 8 و4 قدرة ربي. من بعدنا ولا قبلنا كيفاش؟ بعدكم. بعدنا. به شنو هي اخبارك خويا، علاش بعدت شويه على الظهور في تونس؟ عندنا برشا ما سمعناش اخبارك تقريبا من مقابله نتاع كريم حقي الاعتزال نتاعه، ما شفناكش. والله بطبيعه الحال الامور هي امور عائليه بحته، وزادني بطبيعتي ديما بعيد على الصحافه شويه، وشادين هنا في المانيا، وامور هنيكايه قدرة ربي على العال والحمد لله. شتعمل غادي اليوم ناجح؟ والله حاليا ندرب في الصغار، عندي صغار ندرب فيهم، ولاهي بالاخص بزوز ولادي هما زوز كوارجي. وين يلعبوا؟ وين يكاوروا؟ وانت وين تدرب؟ شنو والله جمعيه والا اكاديميه ولا شنو؟ تنجم تقول هنيك بطبيعتهم الصغار راهو ما فماش لا جمعيه كبيره لا جمعيه صغيره، تلقى ساعات جمعيات صغار ومعروفين، وخاصه الصغار معروفين بصفة غريبة، فهمتني؟ وما همش جمعيات كبار، فهمتني؟ هذه بلاد يقولوا لها باو نطال، تخرج ديما كيما نقولوا، تخرج بالمواهب ديما، كل عام يخرجوا مواهب يمشيوا القسم الاول، فهمتني؟ واني بطبيعتي نباشر فيهم، وان شاء الله ربي معاهم وربي يحفظهم وربي يكون في العون. ان شاء الله بالتوفيق ليك. اخترت تقنيه التدريب دونك بعد الكره. والله تنجم تقول شويه مش برشا، فهمتني؟ الاغلبيه لاهي بزوز ولادي، ما نكذبش عليك، عندي زوز ولاد وزوز بنات، اما الاغلبيه زوز ولادي مخسلهم الوقت الكافي، فهمتني؟ وصلت اني شديت حتى القسم الخامس لهنا في المانيا، وبعتاتني ليغامون كروازي، قعدت مده طويله مرتاح، وتوا رجعوني حبوا لي نشدوا صغار هنا في جمعية تاع ولدي، خاطر شافوا اللي عندي في مخي تكنيك مو وشوية معناها، وربي يكون في العون وبرا الواحد. هذاك شو يقول؟ معناها ما عندكش خطة مستقبلية شنو باش تعمل؟ خاطر نعرف اللاعبين السابقين واحد يمشي مدرب، واحد يمشي اجون، ما عرفش مسؤول، مدير رياضي، أنت ما عندكش حاجة مخططها في مستقبلك؟ والله في البرنامج من الأول كنت ماشي في الطريقة ذاك تاع التدريب، فهمتني؟ لين صارت لي ليغامون كروازي، مشيت نعمل في الأوراق تاع التدريب في ألمانيا، وصارت لي ليغامون كروازي، رسات لي قصيت، فهمتني؟ وكي قصيت قلت له توا نشد نتلاها بولادي، وقعدت الوقت الكل مخصو لولادي، فهمتني؟ ناجح ظهر الناس الكل اللي يقول ناجح ابراهام في تونس، يتذكر كاس افريقيا 2004، شنو هما الذكريات اللي قعدوا في الكوب دافريكا ذيك ناجح؟ والله بطبيعتهم ذكريات كبيره لكل تونسي، هذا شرف لكل تونسي، الواحد وين يكون كما نقول عضو من اعضاء المنتخب، ذكريات جميله، ذكريات لا تنسى، فهمتني؟ والى حد الان، وتشوف الى حد الان تو لها الزينه، حتى كوب دافريك بعد 2004 ولا قبل 2004. نعم، ولا قبل ولا بعد. ان شاء الله نتمناو المنتخب كان الخير، خاطر الجيل هذاك جيل ذهبي باتم معنى الكلمه، من روح وعزيمه وجرينتا وكل شيء، كل شيء، وانترنار كبير ياسر. هذاك بصراحة تام انترينير كبير ياسر، وهذاك علاش أنا نقولها ونعاود نقولها، كان ما جاش ليمار منها زوج كوب دافريك. باهي، ناجح تقلقت شوية من بعض التصريحات، حتى حكينا شوية في الأوف اللي كانت ضدك. والله بطبيعة الحال خويا إسلام، إذا كان تصريحات تجي من لاعب، وأني إنسان عمري ما صرحت حتى كلمة
لا بلاعب ولا مسؤول ولا ونعرف اني عندي حتى برشا نجم برشا حاجات نخرجهم. عمري اني يعني اخلاقي ما تسمحش بشيء ضاير، فهمت؟ يعني انسان من دشره كما يقولوا من بلاد صغيره بمبلة، وعندي والدي كان بصير وما ربانيش على شيء ضاير، فهمت؟ خاطر تصريحات انا قال علي زنتوني انسان شخص هذايا معناها اني كنت معشش في مخه 17 سنه ما يجيش، فهمت؟ ما من باب التربية عمره ما يقول إنسان إلا أني نوصل نهز كلام الأمار. وصدقني أثرت في نفسيتي، خاطر أني مانيش تنجم تسهل بنابلية كلية كشخص، وحتى الملاعبية نتاع المنتخب كشخص، يعني إنسان صاحب نكتة مفتلة قديمة مع الأولاد كلية، وحتى عمرك ما سمعت عليا حتى شيء. نوصل المنتخب نحط الساكي ونطلع فوق الشامبر نتاعي، ما عند انسان بروفيسيونال باتمان من كلمه. وذاك علاش هو اللي رحبني، راهو لحبني على سواد عنايه، على خاطر عنايه زرق ولا شعري اصفر، فهمتني؟ وتاسفت برشا كي قال هو الفوق واني اللوطة. النجم ماني نقول له راهو بالتاريخ، وحتى كي جاب لي ليمار تبعني هنيك قداش من ماتش، واني نجم نقول له راهو وكان ما جيتش وكان جيت خايب، ما يجرأش مسؤول من الاسبيرونسي. وفما حاجات هذوما اول شخص تسمعهم انت ما نكذبش عليك، خاطر طالت المده برشا. الاسبيرونس هزوني، هزني شو اسمه هو بديع تلمساني الدار وقتها حب ياخذني الاسبيرونس، فهمتني؟ امور عائليه وقتها زوجتي كانت حبلي وذاك علاش اني ما وافقتش، فهمتني؟ ما توصلش الاسبيرونس تخمم فيها خاطر اني جوار صغير ولا وفما حاجات اخرين زاده. يورغن كلوب كان حب يهزني الماين، يظهر لي يورغن كلوب ما نجمش اني مش نحكي عليه ولا غيري، يظهر لي ما غيرني على التعريف. وصل فرد طاوله اني قبل كوب دافريك 2004 قال لي انا نحب نجيبك، واني قلت له نحب نمشي لكوب دافريك. معناها كي يوصل اونترينار كي من هكا يحب على ناجح ابراهيم، مش من الصدفه يظهر لي هكا كاس اسلام ولا اكيد غلط. اكيد لا كلام صحيح. ونوصل نصحح في نورنبرغ 4 سنين كونترا في جمعيه قسم اللول، وفي الاخر تسقط الجمعيه وقتها صحح ونرفض اني بنش نمشي لها. معناها هذا مش هو شي يجي علي زيتوني كشخص الا شي يجبد ناجح ابراهيم، فهمتني؟ علي زيتوني كي تشوف التاريخ نتاعه في تركيا لعب 100 واش مش مركي حتى 8 بوت وكافون سونتر. معناها سيد الحديث ما نحبش نزيد نكبر نفوس اما قعدت في نفسي ما نكذبش عليك خويا، خاطر كي انسان يوصل يحكي عليك بالدرجه هذه والناس هنيك في المانيا الى يومنا هذا الناس تجبد عليا في المانيا، تجبد على ناجح ابراهيم الى يوم في الدقيقه هذه يوصل جمعيات يكتبوا لي او نجم نبعث لك ونفسرها نجم تفسرها باللغه الالمانيه غني باسم ناجح ابراهيم. انا مش من قبيل الصدفه سي اسلام، وهذه فرصه جات نجم نشكرك عليها، خاطر قعدت مده فما ناس كلموني فهمتني حبوا يحكيوا معايا وما جاتش الفرصه. اما كي جات الفرصه هذه نجم نقول لك اللي اني اكبر منه ممكن هو لعب، خاطر لعب في لاسبيرونس، خاطر توا مشكله اني كي نشوف الصحافه في تونس ما حكتش عليا برشا. علاش؟ خاطر ما لعبتش في جمعيات كبار، لعبت في الاتحاد الرياضي المنافسين والنادي الرياضي البنبلي، فهمتني؟ صحيح. وجات الفرصه تو كيما تسمع انت الاغلبيه يظهر لي ماكش صغير يحكيوا ديما على جوالات لاسبيرونس ليتوال سي اس اس لوكليب افريكان، عندهم الحق جمعيات ميديات زي اكثر، ولو ان حتى انت نجم نلومك مقصر شويه ناجح، بعدت شويه غادي. مو اسمعني، مو زاد الصحافه فما ناس يخليوك تبعد على الاجواء هذه سي اسلام، فهمتني؟ خاطر كي ظلوا يقاو انسان محترف باتم معنى الكلمه ما يحبوش برشا، فهمتني؟ بصراحه صاروا لك حاجات ما نسمعش عليه، بس برشا مثلا وقت اللي هو انسان بروفيسيونال باتم معنى الكلمه، فهمتني؟ ما يجبدوش عليه ديما مثلا، فهمتني؟ اني جبت خاطر جي على مخ ودا مثلا خايف غضبان، فهمتني؟ خاطر احنا فما شوارات ما يعرفهم كان لي ما، فهمت كيف انا؟ فهمتني؟ واحنا كي خدمنا جينا المنتخب اني وصلت ما نكذبش عليك ما مشيتش المايت على خاطر المنتخب. وقت اللي مايت طلعت القسم الاول كنت ناخذ تروا 3 سنوات كونترا، فضلت المنتخب وفضلت علم بلادي. شافتوا عليك ما تمشيش المنتخب باش صحوا لك؟ اي شو اسمه هو يورغن كلوب قال لي اذا كان عنده الحق، خاطر قال لي هو يعرف زاد محمد زيدان كي يجي من المنتخب وتعرف هما يحبوا يطلعوا كل حد عنده حق، فهمتني؟
يحبوا يطلعوا. قال لي انت جي بعد كوب دافريك ما نعرف تجي. خذوا بعد سامي العلاقي، خذوا بعد سامي العلاقي ظهر لي هك صحيح. وبعد تالي خذوا سامي العلاقي فهمتني. وقتها نحكي معاه كيما نحكي معك انت، في طاوله وكراسي وفهمتني. قلبك معبي ناجح، قلبك معبي ظهر لي خويا. دار مفتوحه، قلت لي تروح في الصيف انت، ماذا بيا تجيب حظايا لهنا ونحكيوا باكثر تفاصيل. ما فما حتى مشكل خويا اسلام، فما حتى مشكل. شكرا ليك ناجح ابراهيم على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص بعض الكلام اللي قالوا ربما علي الزيتوني يتقلق منه ناجح ابراهيم. موجز الاخبار مع فدوى تركي وبعض مكملين زون ميكس في اخر نص